حقيقي على فكرة أنا عملت ده عشان خاطرك أنت بس. أيوة يا ريجة، أنا مالك؟ حاضر جاية. هاي أنا آسف لو أزعجتك. لا خالص، مفيش إزعاج ولا حاجة. طبعاً أنت عارفة إن هنا في نظام وضوابط بتحكم المكان. أه طبعاً، أنا حتى مبلغة الناس اللي جايين بكده. طب يا ترى بلغتيهم لو في أي مخالفة هيدفع عليها غرامة؟ يعني مثلاً لو حد اتكلم في الموبايل هيدفع 100 يورو. هم أصلاً نو واي يعملوا كده. طيب أنا هحتاج منك بقى 100 يورو علشان أنت خالفت القوانين واتكلمتي في الموبايل، مع إنك عارفة إن ده غلط. فيا ريت بقى تدفعيهم في الريسبشن. أنا اتكلمت في الموبايل؟ لا أبداً خالص، ما حصلش. لا حصل. لا أنا ما اتكلمتش في الموبايل. أريش، ما أحبش أشوفك كنت بتكتبي. أنا عارف طبعاً إن الموقف محرج، بس بصراحة أنا ما بتهاونش في الموضوع ده خالص. لو عاوزتي أي حاجة أنا موجود في مكتبي. تعال هنا. نعم؟ سوري معلش، أنا آسفة، صوتي عالي لوحده غصب عني. أنا بس كنت عايزة أعرف، أنت عرفت إزاي إن أنا استخدمت الموبايل؟ مستنيكي في مكتبي بعد ما تدفعي الغرامة. على فكرة يعني دي حاجة أوقع. لا عشان الحمد لله على السلامة يا جماعة. الله يسلمك. بس ايه الموز ده؟ والله ما انا عارفة يا اختي. ايه ده؟ انت نطقتي؟ اخيرا خرجتي من كهن البنات اللي انت عايشة فيه ده؟ ايه ده؟ مش قلت لك ما تتكلميش معايا؟ اخرسي. يا جماعة احب اقدم لكم مستر مالك عبد الرحمن، هو صاحب القرية اللي احنا موجودين فيها، وانا باسمي وباسمكم كلكم بشكره جدا على المجهود الكبير اللي عمله عشان اقدر احجز لكم هنا. لا على ايه يا جماعة؟ نورتونا بجد. احب اقدم لك حسام كرييتيف تيم ليدر، ورشا، اسراء، مي، خديجه، روف. شرفنا في السعيدة. انتم منورينا جدا بصراحه، بس انا كنت عايز اقعد اتكلم معاكم كده بس في شويه حاجات اوضحها لكم يعني لو وقتكم يسمح. بصوا بقى يا جماعه، هنا زي ما انتم. بصوا يا جماعه، الهدف من وجودنا هنا إننا نصفي دماغنا من أي حاجة ممكن تعطل جوانا الإبداع والخيال. عايزين ننشط مواهبنا، عايزين نشغل دماغنا بطريقة مختلفة، أسلوب نعتمد فيه على مشاعرنا وأحاسيسنا اللي هي أصلاً أساس شغلنا. أنا متفائلة إن شاء الله إن قعدتنا هنا هتطلع حاجة مختلفة. أنا وضحت لهم الموضوع ده كويس قوي، وأعتقد إن الكل متحمس. يا جماعة لو خلصتوا الميتنج بتاعكم في بره باربيكيو ورقص وغنى هتتبسطوا قوي. باربيكيو؟ بس احنا لسه واكلين. معلش شويه كده عقبال ما الاكل يستوي هتجوعوا تاني. يلا انا مستنيكم بقى. طب ايه؟ يلا يلا. الليله عند البوابي، الليل جينا يا بوادي، الليل عند البوابي، الليل جينا يا بوادي، الليل انا غني لنا، الليل انا غني لنا، غني لي وين ما قريب لا وين شدي لعند البوادي، الليل عند البوابي، الليل عند البوابي، الليل انا غني لنا، الليل انا. يعني عمال تقول لنا مفيش تكنولوجي وبتاع وانت منور الحفلة كلها بالكهرباء. ما الكهرباء دي عشان خاطر النور بتاع الحفلة.
كمان مفيش اي فيش تحط فيها اي اجهزه. بعدين فين ال 100 يورو اللي عليك؟ مش دافعه حاجه. تمام، حطهم على الفاتوره. برضه مش هدفعهم. الله، يعني خالفت النظام ومش عايزه تدفعي الثمن. انا مش هدفع غير لما تفهمني انت عرفت ازاي. فارق معاكي قوي يعني؟ اي بص يا ستي، انا عندي جهاز كده موصله بجنريتر زي السنسور، يعني اي حد يتكلم في الموبايل يديني اشاره على طول، والمكان كمان. الله الله، يعني مش بس كهربا، انت كمان بتستخدم هاي تكنولوجي. لمحاربه التكنولوجي، لا يفل الحديد الا الحديد، ولا ايه؟ ايه، انت عايز تقول حاجه؟ لا لا خالص، مش عايز اقول حاجه، بس البصه في وشك فرجه لوحدها. بصراحه انا بحب ابص في وشك قوي. ميرسي. ايه مالك فين؟ لا ابدا مفيش. مفيش؟ شكلك كده واخد بالك من اللي انا واخد بالي منه. شكل الواد ده ايه؟ كلب مخ على الاخر. قلت لك يا اخي ما تسبقش الاحداث، ما يمكن قاعدين بيكلموا مع بعض عادي يعني. غلط، لازم تسبق الاحداث عشان الاحداث ما تسبقكش. نفسي افهم يا اخي ليه بتروحوا خمسه؟ مفيش مره توصل الا خمسه. بطيء انت يا مومبي. طب وانت عايزني اعمل ايه يعني دلوقتي؟ خش عليهم وهد عليهم اللحظه وارشى انت. بقول لك ايه؟ النبي يا اخي بطل تسخن فيا. براحتك. مايوي. هلو اوبا. مالك متنشن كده ليه؟ مش متنشن ولا حاجه، واي مالي وخلاص. لا خالص، شكلك بس متضايق فقلت اسالك. لا انا زي الفل. رأوف ممكن اسالك سؤال؟ ليه كل مرة أجي أتكلم معاك أحس إنك عايز تكسفني أو تحرجني؟ مش الفكرة، بس أنت عايشة شوية بس كده بالخيال. خيال؟ هاي يا جماعة. هاي، ايه رأيكم بقى في الاتموسفير ده؟ اظن ملكوش حاجة، ابداع ابداع يعني. لا الحقيقة كل حاجة هايلة هنا، انا بحييك بجد. سيب. ولو اني مختلف معاك شوية على اسم القرية. انا من رأي حسين فعلا، يعني شايفة انك تغير الاسم احلى يا مالك. يعني يا جماعة انا كانت وجهة نظري في الموضوع. لا 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 لا، ثانية واحدة بس قبل ما تقول وجهة نظرك، علشان اوضح ان وجهة نظرك دي هتاخد وقت طويل شوية. أنا الحقيقة كنت محتاج إن أنا أقعد مع أريج أتكلم معاه في موضوع. ممكن خمس دقايق؟ طيب أنا كده كده كنت قايم عشان أشوف الجست بتاعي. خدوا راحتكم بعد إذنكم. اتفضل راحتكم. أنت إزاي أحرجته كده؟ أنا ما قصدتش إن أنا أحرجه، بس أنا فعلا عايز أقعد أتكلم معاك في حاجات مهمة. حاجات إيه؟ حاجات في الشغل طبعا. طب اتفضل. معايا؟ ايوه معاك. يعني وانا رحت فين؟ انا كنت بقول ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا كنت بقول ايه دلوقتي؟ هو اختبار ده ولا ايه؟ مش فاهم. لا ابدا، ولا اختبار ولا حاجه، انا بس حبيت اثبت لك ان انت مش مركزه معايا. يظهر كده ان في حد شاغل تركيزك. تقصد ايه؟ اقصد اللي انت سمعتيه. كلامي مش واضح ولا ايه؟ انت ازاي بتكلمني كده؟ على فكرة أنا أسمحلكش تتكلم معايا بالطريقة دي. طيب أنا آسف، بجد أنا آسف. بعد إذنك. وإيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة ولا حاجة. حسام عايزك شوية. تعالي.
بص يا حسام، هو في حاجة كده أنا ملاحظاها بقالي فترة وبدأت أتأكد منها الأيام دي. يعني أنت عارفني أنا واحدة براكتيكال قوي، يعني مش هلف وأدور عليك. حسام أنا معجبة بيك. In another words I feel like إني بحبك. الحقيقة ما هي أنا متفاجئ من اللي أنت بتقوليه ده. يعني أنا بصراحة عمري ما حسيت إن في حاجة كده. وديك عرفت، بس مش ده المهم دلوقتي. المهم بقى اللي انا عايز اعرفه، انت في حد يعني من الاخر انت بتحب قريش؟ من الاخر كده انا مش عارف، يظهر كده ان انا عندي مشاعر من ناحيتها، بس مش عارف اذا كانت دي مشاعر حب ولا اعجاب. حقيقي ما اعرفش. طيب قد ما احنا بنتكلم عن المكشوف فخلينا نكمل كده للاخر. يا حسام انا طول الوقت حاسه ان انا في سباق مع قريش عليك. ده طبعا في حاله لو قريش هي كمان عايزاك، بس لو قريش مش عايزاك وبصراحه يعني هو ده اللي انا حاساه، ساعتها بقى انا عايزاك تعرف حاجه مهمه قوي، ان انا عايزاك وعايزاك قوي كمان. انتي ليه ما هي بتقولي الكلام ده؟ مش المفروض البنت هي اللي تقول الكلام ده؟ المفروض الراجل هو مش قصتك. ده اللي جوايا واللي انا عايزاه واللي انا حاساه. I don't care. قريش، ايه ده انتي لسه صاحيه؟ مش جايلي نوم. ما انت كمان صاحي اهو. ومش جايلك نوم ليه بقى؟ بفكر في حاجه كده. في الكامبين بتاعكو؟ لا، يبقى اكيد في الميتيور اللي عليك. هدفعهم لك يا غلس. لا، بفكر في حاجه تانيه. طب اقول لك انا بقى كنت بفكر في ايه. قول. فيك بجد؟ طب على فكره أنا كمان كنت بفكر فيك، يعني كنت بفكر أعتذر لك على اللي عمله حسام، أصله كان سخيف شوية. لا خالص، أنا ما حطيتش الموضوع في دماغي. في النهاية يعني هو جست ولي احترام. هو أنت برج إيه؟ سرطان. يا خوفي منك، أنت بتموت في الستات. بس بعرف أحب كويس أوي. وأنت بقى برج إيه؟ أنا برج الجوزاء. جوزاء وبتتريق على سرطان؟ ده أنت 100 شخصية في بعض. أهو أنا كده بقى اتأكدت إنك مجنونة. أنا مجنونة؟ أه طبعًا. يعني تيجي لحد هنا في عز الليل وانت عارفه ان مفيش حجز تبقى مجنونه. واكتر حاجه بقى اكدت لي ده انك سنجل. ما هو يعني مزه وحلوه وسنجل تبقى مجنون على طول. ده رول نمبر 1. ايه هو انت معجب بيا؟ انا بصراحه كنت، بس دلوقتي انا في مرحله تانية خالص. طب على خيرة الله، احنا لحقنا. جود نايت. يا جماعة أنا مقدرة إن أنتوا مش عارفين تشتغلوا ولا تقعدوا حتى من غير الإلكترونيك ديفايسز بتاعتكم. أنا برضو حصل لي كده في أول يومين. أيوة، بس أنا بصراحة شايفة إن أنا أكتر واحدة بتضيع وقت. يعني انا جرافيك ديزاينر، اشتغل انا ازاي من غير لابتوب؟ طيب بقول يعني احاول اشوف اي طريقه او اتصرف، بس بجد مش عارفه انا مطلوب مني ايه. يا اسراء، المهم دلوقتي الافكار، الخيال، مش التنفيذ. يا ستي ارسمي، انت بترسمي تحفه، ارسمي كروكي لغايه ما نرجع. انا شخصيا مش قادره افكر خالص، مخي وقف طول الوقت. الاقي ايدي بتتمد، احاول ادور على موبايل ولا لابتوب، اي حاجه اقدر ادخل على الانترنت ادور حتى على اي معلومه، ولا قادره اعمل ده. ايوه انا بعمل كده زيك بالظبط. بصراحه كده احنا بنضيع وقت على الفاضي. انا عن نفسي مش متضايقه خالص. هو الواحد محتاج ايه غير اكله حلوه ووجهه حسن؟ يا خراشي على استاذ مالك صاحب القريه ده، امور قوي. ايه اللي انت بتقوليه ده يا رشا؟ نرجع لمرجعنا. بصوا دلوقتي اشتغلوا على اللي انتوا واثقين فيه، واللي مش متاكدين منه قوي نتاكد منه لما نرجع. انا عايزاكم بس تلاقوا الفكره، نركز على الفكره، اشتغلوا بمخكم بالورقه والقلم لغايه ما نلاقيه. انت معانا يا حسام؟ طبعا. اوكي يلا ابداوا من دلوقتي، وانا واثقه ان انتوا هتعملوا حاجه كويسه. اتفضلوا. استنى يا حسام، انا عايزاك. أه
حسام انا مش عارفه مالك، يعني انا ملاحظه من يوم الباربيكيو وانت متغير معايا، ما بتكلمنيش خالص. هو صحيح انا كنت حاده معاك شويه، بس انت برضو كلمتني بطريقه انا مش فاهمه سببها. انا الحقيقه ما قصدتش ان انا اضايقك، انا بس يمكن انفعلت شويه علشان انت ما كنتيش مركزه معايا. صح، انا فعلا ما كنتش مركزه، بس انا حاسه ان في حاجه تانية كنت عايز تقولها لي. يعني مجيتك عليا انا ومالك كده كان ليها هدف تاني. طول عمري بحترم ذكائك ومعجب بيها. حسام انا بعتبرك زي اخويا بالظبط، ده احساسي ناحيتك. يا ريت تحافظ لنا على العلاقه دي وتدعمها. بليز بي سمارت. مفهوم مفهوم يا ريجا. اجد مسج. شكرا. طب ممكن اعرف ايه السبب؟ اقول لك يا ستي، انا كنت عايش في امريكا، وطبعا العيشه في امريكا صعبه مش سهله، مش زي ما كل الناس متخيلين يعني. خصوصا ان انا كنت طالع على شغل، وعلشان اعمل فلوس كويسه لازم اتعب واشقى. عايز اقول لك ان انا اتعلمت هناك الغربه والوحده. كنت بشتغل في شركه سياحه كبيره، ابتديت اترقى فيها، عملت فلوس كويسه قوي. أمي بقى ما كانش ليها في الكمبيوتر خالص، ولا كانت تعرف شكله إيه أصلاً، بس اضطرت بقى إن هي تتعلم عشان يبقى في تواصل بينا على السكايب وتشوفني وتكلمني. 4 سنين كاملة ما نزلتش فيهم مصر عشان أبني نفسي وأكبر، وطبعاً الغياب ده ما كانش اتفاقي معاها. ما كنتش زعلان إني مش بنزل، لأن كنت بشوفها وبسمع صوتها كل يوم على السكايب كأنها عايشة معايا، وبصراحة ده كان مكفيني. لكن هي لا. وبعدين يا مالك هتفضل كده بعيد عني كتير؟ يا امي ما انتي بتشوفيني كل يوم، ربنا يخلينا السكايب بقى. يا ابني انا عايزاك قدامي مش احمك ولحمك. انت ما وحشكش حضن امك يعني؟ والله وحشني قوي يا حبيبتي، بس الحياه هنا ايقاع سريع، وانا لازم ابقى بنفس الايقاع علشان ما افشلش. بعد الشر عليك يا حبيبي من الفشل، ان شاء الله اللي يكرهك. بس اقول لك ايه، بس ما تزعلش من كلامي. انا حاسه ان في مره هتكلمني هيقولوا لك امك ما بقتش موجوده. ليه يا امي بقى الكلام ده؟ بس انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني لو سمحت. انت لازم يعني امي في كل مكالمه تنكدي عليا كده؟ هي دي الحقيقه يا مالك. وفعلا في أقل من 10 أيام بكلمها على السكايب ما بتردش، جربت أكلمها على الموبايل برضه ما بتردش. أيوة ممكن أكلم ماما؟ يا ماما فين؟ خالك كمال. اهلا يا خالي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ دي فرصه حلوه قوي ان انا سمعت صوتك. انت كويس؟ هي ماما فين؟ بكلمها كتير على النت بس ما بتردش. كويس انك اتكلمت، انا كنت لسه بدور على رقمك. حبيبي قول ان لله وان اليه راجعون، وادعي لامك بالرحمه والثبات. ما بديتش بنفسي غير وانا بكسر كل حاجة حواليا ليها علاقة بالتكنولوجيا، الايباد بتاعي، اللابتوب، موبايل، كل حاجة. كل حاجة خدعتني وفهمتني ان حضن امي ده مش مهم، وان كفاية ان انا اسمعها او اتكلم معاها على شاشة كمبوسة يعني.
يا عم ده من اللي حسيته. عمري ما حسيت ان انا قليل وصغير كده الا بعد ما امي توفت. الله يرحمها. تعالى نقرا لها الفاتحه. مش عارف اشتغل، احنا كده بنضيع وقت. انا شايفه ان رؤوف عنده حق تماما، احنا لازم نرجع القاهره حالا. نترد يا ابني، هو انت مش تيم ليدر بتاعنا؟ يوه قرف ده. يا رؤوف يا رؤوف استنى. مفيش فايدة، مش عارفين يوصلوا لحاجة، النتيجة عكس ما توقعت خالص، يعني بقالهم دلوقتي 4 أيام ومفيش أي نتيجة. لأن كل واحد فيهم حاطط في دماغه إنه مش هيعرف يشتغل غير بالأدوات بتاعته. يعني كمبيوتر والنت. أنت عارفة الناس دي لو نسيت الموضوع ده هيطلعوا شغل زي الفل. لا لا يا مالك خلاص، أنا بفكر أنزل بيهم مصر. الكامبين ده لو ضاع مني أنا هخسر كتير قوي. أنا حتى بفكر أعتمد على اللي عملوه قبل كده مع شوية تعديلات يعني. صدقيني هما يومين كده بس وهيطلعوا فكره كويسه. انت مش بتقولي الناس دي موهوبه بجد ولا اوانطه ولا ايه؟ والله دول اقوى ناس في السوق. خلاص يبقى تراست ديهم يومين كده بس وهيظبطوا الدنيا. قولي لي صحيح، انت دخلتي اوضتك بدري النهارده؟ انت زعلانه مني في حاجه؟ لا والله ابدا، انا بس قلت اشتغل شويه. بيني وبينك انا ضميري مقلبني، حاسه ان انا سايباهم كده ومش بحاول اساعد ولا افكر. طب وانت ايه اللي مخليكي كده؟ يعني دماغي مشغوله شويه. ويا ترى دماغك مشغولة بيه؟ مشغول بيك انت طبعا يا حليوه.